فأمسى
فوق حجر أحزان يطوي الضلوع أي يوم أرجى المراد فيه سيد الناس بعد طه جميعا ويله ما له مع المرتضى الطهر أخي المصطفى أساء الصنيعا غاله وهو واقف في مصلى بار السماء يبدي شق بالسيف راسه ولقد كان يدير إلى آه سيفين صنيعا المحيا العاثرين والخضاب والغضب كان لجميعا ونعاه الروح الأمين بصوته الكون المتين وصدور قتل المرتضى عليا قتل المرتضى عليا فحلت عروة الدين والرشاد بي ريت لك يا لي لا يمطر فجر راح دم حامل حمل صبحك دور حيث بيك ينفح الحمايين حيا بات عين تراعي نجوم بيك يدري ثيابا يتخضى سيب سيف بن ولجان كبر سيف الوان كبر بالسيف ويتخضب بمن حراب علي بن ابي طالب من هو بصوره اجماليه هو أول هاشمي يولد من هاشميين يعني الأب هاشمي وهو أبو طالب سلام الله عليه واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم فهو هاشمي من
أب هاشمي وأم هاشمية. هو الإنسان الوحيد الذي ولد في أشرف بقعة من بقاع الأرض وهي مكة المكرمة بيت الله الحرام جوف الكعبة. هذا شيء معروف متواتر. ولم يولد في الكعبة إنسان قبل علي صلوات الله عليه ولا بعده حتى الآن. هو الإنسان الوحيد الذي نشأ وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاش مع النبي فترة من الزمن لا تقل عن 35 سنة، وما لازم النبي صلى الله عليه وآله أحد هذه المدة 35 سنة مع النبي منذ الطفولة إلى الصبا إلى سن الشباب في مكة إلى أن هاجر، فكان آخر إنسان عهد برسول الله هو علي بن أبي طالب. بعد من هو؟ هو المسلم الأول على الإطلاق، يعني أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وآله في نبوته، أول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى مع رسول الله هو علي بن أبي طالب. أولهم جميعا من الرجال والنساء والكل، أول مسلم هو علي بن أبي طالب. بعد من هو؟ هو الإنسان الذي قام بأول عمل فدائي في الإسلام دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا عمله هذا لم استطاع رسول الله أن يفلت من قبضة قريش تلك الليلة، ليلة الهجرة، لأن قريش كانوا قد طوقوا البيت من أول الغروب، والنبي صلى الله عليه وآله أمره أن ينام على فراشه ويتغطى ببردته حتى قريش لما ينظرون من ثقوب الجدران أو من ثقوب الباب يشوفون رسول الله نايم. ووقت الهجوم كان في البداية نصف الليل، ولكن أبا لهب عم النبي منعهم، لأن كان معهم لأنهم نصف الليل ما يصير يهجمون، فيكون الهجوم عند الصباح. فلما كانوا يشوفون محمد نايم يظنون أنه محمد كانوا مطمئنين، يقول لك وين يروح؟ هذا نايم وإحنا حواليه، فمو الآن بعد ساعة. أما لو كانوا يشوفون السراج خالي لا طبعا يخرجون في طلبه، فما كان يقدر يخرج من حدود مكة ويصل إلى الغار وينجو. فمبنيت علي على الفراش موه الأمر على المشركين حتى نجا رسول الله. ونفس هذا العمل يعني عمل فدائي. ليش؟ لأنه اللي نام على الفراش معناه يهجم عليه القوم، وكان بناء الهجوم وبأيديهم السيوف ويضربونه مرة واحدة، معناه جبات على هالفراش معرض للقتل. لكن مع ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أتنجي بهذا العمل؟ قال نعم. قال افعل ما تشاء فداؤك له. ثبات النبي صلى الله عليه وآله، وفيه أنزل الله الآية الشريفة ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. يسري يعني يبيع، يسري غير يشتري، يسري يعني بيع. ومن الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل في تلك الليلة إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما في علمي أطول من الآخر، ثم قلت لكما أيكما يؤثر صاحبه بالحياة
على نفسه فاختار كل منكم الحياة. هلا كنتما كولي علي آخيت بينه وبين حبيبي محمد صلى الله عليه وآله فبات على فراشه فاديا له بنفسه. بعد من هو؟ هو أول مجاهد في سبيل الله، وأول من جرد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان أول من تقدم إلى القتال يوم بدر علي بن أبي طالب، ونصف القتلى يوم بدر من المشركين كانوا بسيف علي بن أبي طالب، والنصف الآخر بسيوف المسلمين وسيوف الملائكة. كان أول المجاهدين وكان سيد المجاهدين بين يدي رسول الله، يعني الجهاد الذي جاهده علي عليه السلام لم يجاهده أحد غير علي، لأن كان علي قطب رحى الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله. كان عليا كبش كتيبة النبي في كل تلك الحروب، كان حامل لواء النبي صلى الله عليه وآله في تلك المعارك. المواقف الخطرة التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي بن أبي طالب هو السبب في إنقاذ الإسلام والمسلم من الفناء، من المحو، من الزوال، لأن لم يكن غيره. ومواقف خطرة ورسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليهم، مثلا يوم الأحزاب، يوم الأحزاب 4000 كانوا مع النبي، لكن ما لبى نداء النبي أحد إلا علي بن أبي طالب. لما برز عمرو بن عبد الود العامري وعبر الخندق وصار يستهزئ بالمسلمين ويقول لهم أين من يريد الذهاب إلى الجنة التي تزعمونها، فما لبى نداء النبي أحد إلا أمير المؤمنين عليه السلام. وقد قال فيه رسول الله في ذلك اليوم، قال: لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. ولما قتل عمرا قال: لضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، يعني كل من يعبد الله في العالم من ذلك اليوم إلى يوم القيامة فبفضل موقف علي. من لولا موقف علي وقتله لعمر والثلاثة الذين معه وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب، وإلا في تلك المعركة كان الخطر محدقا بالمسلمين وبالمدينة، يعني كان المشركون جاءوا للانتقام لنسف المدينة ونقضها حجرا حجرا. فذاك يوم بدر وهذا يوم الأحزاب، يوم أحد بداية الفتح كان بموقف علي بن أبي طالب، من أول من تقدم إلى القتال علي يوم أحد. شوف ما حد ذكر ترى علي بن أبي طالب، شوف يذكرون هالمواقف لرسول الله ويمثلوها ويذكروها، لكن إذن لعلي موجود. أول من تقدم إلى القتال يوم أحد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وقتل 9 وهم حملة الرايات، يعني أقطاب جيش المشركين دول 9 كانوا من بني عبد الدار. فلما قتل هؤلاء 9 وهم قادة الجيش انهزم المشركون، وأقبل المسلمون يقتلون فيهم ويغنمون. ولكن بعد ذلك لما
ترك أولئك الخمسون رجل الذين وضعهم النبي على الشهد وقال لهم احفظوا ظهرنا من هذا المكان، لكن تركوا مواقعهم وأقبلوا لجمع الغنيمة لجمع الأموال. فجيش المشركين بقيادة خالد بن الوليد وهو منهزم التفت إلى هذا الشأن، شاف خالد شاف خلص طريق للالتفات حول المسلمين، فإجى خالد من وراء المسلمين وطوق المسلمين ووقع السيف فيهم، انهزم المسلمين بأسرهم. ما ثبت عند النبي صلى الله عليه وآله إلا علي وحمزة سلام الله عليهم. قال عبد الله بن عباس: كنت أماشي عمر بن الخطاب في بعض سكك المدينة وإذا به يهمهم ويسرع، قلت: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أما ترى القثم بن القثم، الهزبر بن الهزبر؟ يقول: فالتفت وإذا علي بن أبي طالب، قلت: يا أمير، هذا علي بن أبي طالب. قال ابن عباس: أتستحقر اسم علي؟ هلم لأحدثك بما شاهدته، أنت ما كنت معانا ذلك اليوم. قلت: وماذا؟ قال: عاهدنا رسول الله على أن لا نفر، ومن يفر منا فهو إلى النار. ولكن لم نشعر إلا وكتائب الخيل والرجال ذكر الوقعة، وأنه إجروا المشركون من ورائنا فانهزمنا بأسرنا وصعدنا الجبل، ولم يثبت مع النبي إلا علي، وكان في سفح الجبل، وقد توجه إليه 100 راية من المشركين، تحت كل راية 100 رجل، وقد شرعوا رماحهم نحوه عازلين على قتله، ورموه بتلك الرماح، فنزل من على ظهر فرسه، يعني صار تحت بطن الفرس حتى جاوزته الرماح، ثم اعتدل على سرجه وهو يقول: يا الله يا الله، يا محمد يا محمد، يا جبرائيل يا جبرائيل. فعمد على رئيس القوم ضربه فبراه ودابته نصفين، ثم حمل على رئيس القوم ضربه ضربه تركه على فك ولسان، اقبل يمسح فيهم بسيفه مسحا حتى رقى الجبل، فالتفت الى المسلمين وهم منهزمون نحو المدينة، فأخذ كفا من الحصى ورماه في وجوههم وهو يقول: شاهت الوجوه، إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله؟ والله أنتم أحق بالقتل ممن أقتل. يقول عمر: كنت أقرب المسلمين إليه، فخشيت منه أن يميل بسيفه علينا، فدنوت منه وقلت: الله الله أبا الحسن في المهاجرين والأنصار، فإن العرب تفر ثم تفر، وإن الكرة تنفي الكرة. يقول: فكأنه استحى مني ورجع يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل بعد ذلك يحدث هو سلام الله عليه، يحدث النبي يقول: يا رسول الله، كنت أسقط لوجهي من كثرة الجراحة، لكن يأتيني شخص عليه ثياب بيض فيأخذ بعضدي فيقيمني، فأقوم نشطا وهو يقول: قم يا علي، إن رسول الله ليس له نعسة. قال: أعرفته يا علي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: ذاك جبرائيل كان يأخذ بعضدك فيقيمك. سأل إجي إلى النبي، وجد النبي مغمى عليه وقد وقع في الحفيرة، وقد كسرت رباعيته، سجت جبهته، غابت حلقة المغفر في وجنته، الدماء تجري من جبهته، خفضت كريمته بالدماء. فأقبل علي وأقام النبي من الحفرة، ففتح النبي عينه، قال: علي هذا؟ قال: فداك علي يا رسول الله. فصار يرد الكتائب عن وجه النبي، إلى أن بعد ذلك تراجع المسلمون تدريجا، فكان صلوات الله وسلامه عليه
الثابت الوحيد يمكن أن يقال بعد حمزة هو حمزة اللذان ثبتا ولم يفر قط، وما فر من زحف قط. بعد يوم أحد ويوم الأحزاب، هاي المواقف الخطرة ها المهمة، فتنة اليهود، يوم خيبر، يوم خيبر كان يوما عظيما على المسلمين، لأن اليهود تحالفوا فيما بينهم ضد النبي صلى الله عليه وآله وضد المسلمين، وكونوا جبهة واحدة وصمموا على القتال. لكن علي بن أبي طالب سلام الله عليه حطم شوكتهم ومرغ آنافهم في التراب، وذلك بعد أن قتل قائدهم الأعلى وهو مرحب، وكان بطلا معروفا. فور دفع الراية في اليوم الأول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر لنتقدم إلى حصن اليهود، فأقبل أبو بكر ومعه جمع من المسلمين، بمجرد أن خرج إليهم مرحب وشافوا ذاك الهيكل وذيك القامة وذاك الغالب، رجع منهزما يجبن أصحابه ويجبنونه. في اليوم الثاني دفع رسول الله الراية إلى عمر بن الخطاب، قال له تفضل اثبت وجودك. فإجا بمجرد أن فتح مرحب باب الحسن وخرج إليهم، فر عمر وفر معه جماعته ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، كل يلقي اللوم على الآخر. عمر يلقي اللوم على الجماعة، الجماعة يلقون اللوم على عمر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لن يرجع حتى يفتح الله عليه. صار المسلمون ينتظرون صبح شوكي تصير حتى يشوفون هالصفات، علما هالصفات الجليلة، يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. فأصبح الصباح اجتمع الناس حوله، قال أين علي بن أبي طالب؟ قال يا رسول الله إنه يشتكي رمدا في عينيه. قال علي به. فجيء بعلي بن أبي طالب معصب العينين من شدة الرمد، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله من ريقه الشريف ومسح به على عين علي عليه السلام فبرئتا في الحال. صلوا على محمد وآل محمد. معنا الصلاة شوية تدقونه وشوية لأنه حتصير صريحا من باب الجريم جديد أخوانكم. اللهم عجل فرج إمامنا القائم من آل محمد. فخرج إليه مرحب اليهودي وهو يرتجز ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا شاك السلاح بطلا مجردا. فأجابه علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فلما سمع بذكر حيدرة ألوى عنان فرسه وأراد الرجوع. يقولون نائج إبليس قال له وين رأيه؟ قال له إن مربيتي قالت لي قاتل كل من بارزت إلا من تسمى لك بحيدر فإن حثك على يديه. قال دع عنك أساطير النساء، هذا حديث. ثم أنت قائد هالطائفة، قائد هالجماعة، خليه قائد عليهم، ما عاد عليك كثر. ثم هذا علي بن أبي طالب إذا قتلته صارت لك مكانة رفيعة. الحاصل رجع مرحب إلى أمير المؤمنين عليه السلام فضربه بسيفه، فاتقى علي ضربته بالدرقة فشق درقة علي وثبت سيفه في رأس أمير المؤمنين عليه السلام، فحل علي منزله الشريف وعصب به رأسه، ثم حمل على مرحب
فضربه على رأسه فسافره نصفاي. وشوش كان لابس مرحب؟ مرحب كان لابس جرعين من الحديد. ما كانوا يحصلون بيضة، بيضة الحديد اللي يخلوها على الرأس كان يلبسها المقاتل، من قد ما رأس كبير صماخ كبير ما يحصل البيضة اللي تسع رأسه. فكان جايين صخرة كبيرة من الجبل وناحتيها وحاطيها بدل البيضة على رأسي، فضربه علي على رأسه فلقه نصفين، يعني الحجر والدرعين والجسد. وقيل أنه ضربه على ساقيه فقطعهما ثم جلس على صدره وقطع رأسه. الغرض لما وقع مرحب قتيلا وين توجه أمير المؤمنين؟ توجه إلى الحسن، يعني عبر ذاك الخندق اللي حول الحسن ووصل إلى الحسن. اليهود لما شافوا مرحب قتل رجعوا إلى حسنهم، حسن منيع. إذا دخلوا للحسن يعني سلموا من كل شيء، جيوش قد تجتمع عليهم ما يقدرون، لأن باب الحسن قطعة حجر يفتحه 40 رجل ويسده 40 رجل. هاي قضايا مشهورة في التاريخ، مو قضايا فردية حتى مثلا. فأقبل علي عليه السلام ووضع يده في ثقب ذلك الباب وهزه وقتلع الباب. حين اقتلع الباب سوي جابها خلاها جسر، خلاها على طرف الخندق اللي حاصرين اليهود. الباب تقصر عن الخندق، الخندق 20 ذراع وطول الباب 18 ذراع. فنزل علي في الخندق ووضع طرف الباب على طرف الخندق ورفع طرف الباب الثاني على يده، وعبر جيش المسلمين على الباب ودخلوا واحتلوا الحصن وأخذوا ما في ذلك الحصن من أموال ونساء وسبايا وغير ذلك. هذا يوم خيبر، هاي الأيام الخطرة. ولا 82 معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بني أهمهم وكلهم كان فيها علي بن أبي طالب. لكن أبين لك أنه لولا علي ما كان أكو إسلام، لولا علي ذولا ما كانوا اللي أجوا بعدين يدعون إحنا وإحنا وين كنتوا أنتوا. بعدين إجاهم يوم حنين، يوم حنين من أعظم الأيام، لأن الأعداء المشركين كانوا قد صنعوا كمينة للمسلمين. هل كمين كانوا غافلين عن المسلمين؟ دخل جيش المسلمين قد 12,000 رجل مسلمون، لكن المشركين كانوا على طرفي الوادي وفي رؤوس الجبال وخلف الصخور. فكمين جيش المسلمين دخل إلى هذا الوادي حتى يصل إلى معسكر العدو، ما كان يعلم هالكمين هذا. فخرج عليهم المشركون من كل جانب، والقضية قبل طلوع الفجر في الظلام. فارتبك المسلمون وصار يضرب بعضهم بعضا وفروا منهزمين. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مؤخر الجيش، وعلي بن أبي طالب في أول الجيش. فالمسلمون هزموا، مين يظل في وجه العدو؟ علي بن أبي طالب وحده. فهل جيش هذا كل صار مشغول به علي بن أبي طالب يشاغله يدفعه لئلا يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي شاف المسلمين هزموا، لكن الجيش ما جاي يخدم، شنو اللي لازمه؟ التفت العباس بن عبد المطلب نظر حواليه فلم ير عليا،
قال شوهة بوها في مثل هذا اليوم يرغب ابن أبي طالب بنفسه عن رسول الله؟ حين سرد علي المسلم فقال له ابنه الفاضل: أبا نقص قولك هذا في علي، العلي من يسرد؟ قال: يا بني أين هو إذن؟ قال: أما تراه في الرعيل الأول من الخيل؟ أما تراه في الرهج الساطع من الغبار؟ اللي يخلينا واقفين هنا بأمان موقف علي اللي صاد الأعداء، اللي صاد الزحف، ولا شو اللي يخلي الجيش ما يتقدم؟ قال: يا بني اشعره اللي ما يشوفه. قال: ذو كذا ذو بردة. قال: ما تلك البرقة التي أراها؟ قال: ذاك بريق سيفه يدفع به الأعداء عن وجه رسول الله. فقال العباس: بر ابن بر، فداه عمه وخاله. إلى أن قتل علي سلام الله عليه قائده الأعلى وهو أبو جرول وحامل رايتهم. فلما قتل هذا القائد انهزم المشركون وصار الظفر للمسلمين، وصار العباس ينادي المسلمين: يا أهل بلعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة، إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله؟ وين مواقفه؟ مدلي وينه؟ مدلي السوى ذلك الوقت اللي انطبخت الطبخة وانحطت للأكل، إذا وقعدوا يأكلوا. هذا الشكل بعد ما تقوى الإسلام وبعد ما صارت الشوكة للمسلمين وصارت هيبة المسلمين في نفوس الأعداء وحصل العدة والعدد والسلاح الكامل، يقول لك احنا فتحنا وسوينا. وين فتحتوا؟ وين كنتوا؟ يا ريت ما كانت ذيك الفتوحات، ذيك الفتوحات اللي حملت بذرة الانهيار بالمسلمين، ذيك الفتوحات اللي فتحها عمر واللي فتحها عثمان واللي فتحت في ذات الظرف، هي اللي سببت الانهيار والتمزق للمسلمين. وين؟ لأن شيء في غير وقته كان، شيء قبل أوانه. المسلمون بعدهم مناضجين حتى تنفتح عليهم هالأبواب، أبواب الشهوات، أبواب الدنيا، أبواب المتاع، أبواب الزينة. الإيمان ضعيف في نفوسهم وجدهم شهوات، نسوا الأول والثاني. أخر رسول الله صلى الله عليه وآله سياسة شنو كانت؟ سياسة شوي شوي، يعني لما أفرض ينتشر الإسلام إلى منطقة فأنت هيئ هالمنطقة، هيئها روحيا وفكريا وعقائديا ومن جميع الجهات، سويهم مسلمين عقيدة وعملا، خلي الإيمان بالله وبالقيامة والمعاد، خلي تركز في نفوسهم، خلي روحانية الإسلام تأمر قلوبهم، هينئذن اتقدم بهم ووسع وانشر خدمك ذلك. لكن إذا بعد ذول اللي الآن بيدك بعدهم هم مطبوخين، فلما تدفعهم إلى غيرهم شنو أثرهم؟ أثرهم أن يولد رد فعل إلى ذولاك الآخرين. لأن ذول لما يجون ليهم كمرشدين كقادة كموجهين، لما يشوفون أعمالهم يقول لك شنو ذول؟ وين الدين اللي يحملون؟ وين الأفكار اللي يبشرون بيها؟ هم ما يعملون بيها. فالمجتمع الإسلامي اللي اندفع إلى الفتوحات وانتشر في الأقطار والأمطار كان مجتمع ناقص التربية، كان مجتمع غير ناضج. مثل أن تودي لك طفل بعد ما متعلم
توديه في مهمة أكثر من طاقته، أكثر من قابليته، توديه في مهمة مثلا فكرية في طريقة يشوف له فتلذة فتلعبة يظل يلتهي باللعب، يغفل عن المهمة اللي بعثت إليه. فهل مثل خالد بن الوليد ويروح يريد ينشر الإسلام مثلا، شكو عنده خالد بن الوليد؟ عنده إنسانين، عنده رأسا، عنده إيمان بالله، عنده عقيدة بالمعاد والقيامة، ما يعرف غير شهواته وأطماعه وأنانيته وحب الظهور بس. وهذا تعريفه، والناس يعرفون أنه هذا اللي إجاهم فاتح الإسلامي، قائد جيش المسلمين، قائد جيش اللي يبشر بالإسلام، نظام الإنسانية، نظام الوفاء، نظام الثبات على القول، الالتزام بالمبدأ، نظام الوحدة، نظام هذا من هو هذا؟ هذا هو اللي غدر بقبيلة من أولها إلى آخرها، فذبح الرجال غدرا وسبى النساء. هذا هو الذي قتل مالك بن نويرة بعد أن أعطاه الميثاق أنه ضيوف أهل أذكر. يعني خرج مالك بن نويرة ومعه عشيرته وقال شدون، قال لجين نأخذ الزكاة منه، قال الزكاة ما أمطي لكم، أنا بايعت علي بن أبي طالب يوم الغدير، إمام علي بن أبي طالب، أنا وعشيرتي نرجع لعلي بن أبي طالب. قال طيب ما لازم، لكن خلينا ضيوف عندك الليل، أنا ضيوف على المزالة، ضب السلاح ضب السلاح، تفرق تفرق الجيش، تفرق على أهل الحي، كل بيت اثنين ثلاثة. هو وين نزل خالد؟ عند الرئيس طبعا، عند مالك بن نويرة. انت إشارة الجيش يا خالد، قال لهم بالليل إذا سمعتوا هالنداء خلي يقوم كل واحد منكم إلى صاحب البيت ويذبحه. يا أهل حي واصل أدفئوا الأبيض. تفرق الجيش على أهل الحي، على أهل القرية، عشوهم، زقنقوهم، انطوهم خزور قرط وزقنقوه، انطوهم أكل وخدمة ونجموهم. علموكي بعد نصف الليل نادى المنادي من قبل خالد، يا اهل حي واصل اسوء الاضياف، الناس نايمين لكن دول منتبهين للمعامره مستعدين الها. فقام كل رجل من جيش خالد على صاحبه من عشيره مالك فذبحه، وقام خالد على مالك بن نوير، هذا الصحابي الجليل المعروف بالكرم والسخاء في الجاهليه والاسلام، من ابرج العربي كرما وسخاء وادبا مالك بن نويره معروف. قام اليه خالد فذبحه من الاذن الى الاذن. سامع ان مره حلوه منا ذبح الرجال، منا قام دخل على زوجته فبات مع زوجه مالك. هذا قائد جيش المسلمين، هذا هل يصير بالله عنك مثل هذا؟ يصير دعاية للإسلام مثل هذا؟ يقرب الناس للإسلام مثل هذا؟ سيف الله يسميه؟ فإذا هذا سيف الله فسيف الشيطان شلون بعد؟ شو يسوي؟ صبح الصبح ساق النساء كانهم كفره، كانهم عبدت اللات والعزى، ساق النساء سبايا حتى يبيعوهم في المدينه. فادخل السبايا الى المدينه، واجى خالد مفتخر
قال لي كام عمر قال لي فيها الأحمد قال لي أبو بكر قال لي عايز قال لي خزيت مثل ما أكو واحد خليه على القيادة إلا هذا المجرم وظل أمر انتظر الفرصة إلى أن مات أبو بكر فبعث خالد كان بالشام بعث عن خالد أجنوه عن كل مناصبه وكتفوه بأمامتين ووقفوه بالشميس وجلدوه بالسياف وأخذ منه جميع أبواله وظل طريق بالشام إلى أن مات إذا كان المجتمع من هالشكل هذا هالشكل المجتمع ما يفتحون به ما يودوا ما يطلعوا كنموذج للعالم يخلوا في عدكم في المجتمع مثل أبو ذر على العين والرأس مثل سلمان وين ما تودوه هذا دعاية بذاته دعاية مثل عمار مثل فلان مثل فلان خلوا في عدكم مجتمع من هالنموذج حتى يرغب الناس لكن إذا مجتمعكم بعد مثل هذا وأمثاله يخليكم مستورين بعدكم الآن لكن الجماعة مو هدفهم الإسلام هدفهم السلطة هدفهم توسيع سلطانهم وحكمهم الإسلام ينتصر ما ينتصر تشوه سمعته تتحسن سمعته الإسلام يستفيد ما يستفيد هم شيلوا من الإسلام هم تهمهم مصالحهم بس وإلا مجتمع يهم الإسلام ويهم مصلحة الإسلام ويريد أن الإسلام ينتشر في العالم انتشار حقيقي وأنه يفتح القلوب قبل أن يفتح البلدان والأمطار يريد هالشكل من الإسلام يتبع هالأشكال هذه يعزل علي بن أبي طالب عن السلطة ويتبع فلان وفلان لكن جعلوا الإسلام وسيلة إلى غايتهم ولذا كل الجرائم ارتكبوها باسم الإسلام فرقوا الإسلام إلى شيع وفرق وكتل وطوائف وأحزاب مزقوا وحدة الصف تنهير باسم الدين قتلوا الحسين وذبحوا آل رسول الله باسم الدين سبوا نساء رسول الله بنات محمد على نياق عجت من بلد إلى بلد مثل سبايا الكفر كل باسم الدين كل بلية طلعت منهم لبسوها ثوب الدين لا تتعجب أنه ليش الناس نفرت من الدين هاي أسباب الحكم صار بيد ناس ليحطموا سمعة الدين حطموا قداسة الدين وشدد المدة مدة مئات السنين صور ألف سنة أو أكثر الدين ألعوب بيد الحكام والحكومات خلص من إيد بني أمية طاح بإيد بني العباس بعد أنه خلص من بني عباس اجت الحكومات اللي بعدهم مهاتم فالغرض ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه كان هو المحور لتلك الحروب ولولا مواقفه لا قضي على الإسلام في هذه المواقف الخطرة الأربعة على الأقل ولذا يأتي ذاك ربيعة السعدي
يأتي إلى حذيفة اليماني. حذيفة اليماني رجل معروف من الصحابة الأجلاء ومحترم عند الكل. أقبل إليه ربيعة السعدي من أهل البصرة، قال يا حذيفة، إنا نتحدث بفضائل علي في البصرة، فيقول لنا بعض أهل البصرة من النوافذ من المخالفين، يقولون لنا أنتم معشر الشيعة تكذبون تغالين، أنتم أتكم غليل، ما أدى علي هالكثر فضائل. علي حال سائر الصحابة مو أكثر من هذا، فهل لك أن تحدثني بفضيلة يعني من أبي طالب أنقلها عنك؟ لأنه إذا انقلت عنك ما حد يرد علي، أنت معتبر كلامك موضوع عند الكل. فالتفت إليه حذيفة فقال: اعلم يا ربيعة، لو وضعت حسنات أمة محمد صلى الله عليه وآله من يوم بعث إلى يوم القيامة في كفة الميزان، ووضعت حسنات علي بن أبي طالب وحده في الكفة الأخرى، لرجحت حسنات علي على حسنات المسلمين جميعا. يقول ربيعة: فقلت يا حذيفة، هذا ما لا يقام له ولا يقال، احنا نحدثهم بفضائل هي اقل من هذا بكثير، ما يتحملوها، ما يتحملون هذا. يقول: فقال لي يا لكع، يعني يا قصير العافل، يا لكع وكيف لا يحمل، واي مبالغة في هذا القول، اين كان فلان وفلان 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 يوم خيبر لما دفع رسول الله الراية فانهزموا بها وخرج بها علي ففتح، اين كان فلان وفلان وفلان وكل الصحابة يوم الاحزاب لما كان رسول الله واقفا بينهم ويقول: من يبرز الى عمر وانا اضمن له على الله الجنة، فلا يجيبه احد الا علي بن ابي طالب، اين كان فلان وفلان وفلان يوم احد لما انهزموا عن رسول الله، اين كانوا عن رسول الله يوم حنين لما انهزموا، كيف لا يعمل، لولا علي قال وين كانوا، كل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويعبد الله ويعمل صالح في الدنيا الى يوم القيامه بفضل علي بن ابي طالب. على كل حال، اذا الناس ما قدروا الله جل وعلا قدر جهاده حق قدره، الله اعطان علي بن ابي طالب الاشياء، وشنو انا وانت بنانا العطيه بس فلوس وماده، لكن في نظر علي بن ابي طالب العطاء هو الفضل المعنوي، هو الاشياء المعنويه، هي الماده ما لها قيمه عند علي بن ابي طالب. صحيح علي بن ابي طالب مات ولم يملك بيت، مات ولم يضع حجر على حجر، مات ولم يملك سبرا من الارض، مات ولم يخلف صفراء ولا بيضاء، صحيح هذا، ولكن مات علي بن ابي طالب واذا به اكبر شخصيه في النوع البشري في العالم في كل مكان وزمان. مات علي بن ابي طالب ولكنه حي خالد مدى الاجيال، مات علي بن ابي طالب ولكن خلد كرمز للحق، كمثال للعدل، كمقياس للحق والعدل. علي بن ابي طالب اليوم لما يذكر اسم علي تنحني الرؤوس هيبة واعظاما لعلي بن ابي طالب. منو علي؟ هو في كل بقعة من العالم يقول علي، واذا رؤوس العلماء والفلاسفة والزعماء والقادة من جميع الطبقات تنحني اعظاما لعلي بن ابي طالب. واذا رمز مثاليات، ذاك احمد بن حنبل امام الحنابلة كان يتكلم على المنبر فضائل الصحابة، واحد قال لي شو مذكر الخليفة الرابع علي بن ابي طالب، قال: صح يا ويلك، علي بن ابي طالب من اهل البيت، ما نحسب ذاك النمط الراقي، نحن نمشي هالنمط غير اللي مثلنا، علي بن ابي طالب من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. ايه هذه الليلة ليلة مصرع علي بن ابي طالب، ومصرع علي بن ابي طالب هو بحد ذاته عبرة ودار، انه هالرجل هذا في كل ساعاته في كل حالاته على حد سواء، ما يتغير ولا يتبدل ابدا، دائما ذكر الله على لسانه، دائما الحق نصب عينه، دائما الحق طريقه، العدل مسلكه. شوف كلمات علي بن ابي طالب في مختلف ادوار حياته، شوفها بعضها مثل بعض من حيث الجوهر، من حيث الخلاصة، من حيث الروح، مو مثل سائر الناس. كل إنسان يصير عنده نمو بالتدريج، لكن أنت لما توزن علي بن أبي طالب وهو شاب كعلي بن أبي طالب وهو ابن 60 سنة، علي بن أبي طالب عمره 10 سنين كعلي بن أبي طالب عمره 50 سنة، نوع واحد. ليش؟ لأن فضائل علي بن أبي طالب مو كسبية، يعني مو دراسة من الناس. فضائل علي بن أبي طالب بإيحاء من رسول الله وإلهام من الله. وإلا رسول الله ما حدد في أي ليلة كثير في أي سنة، لكنه بإلهام من الله أول ما دخل شهر رمضان صار علي بن أبي طالب ينعى نفسه، كلما يمر ليلة يلتفت إلى ابن الحسن يقول له بعد كم ليلة باقية يا أبا محمد، يقول له بعد باقية مثلا 20 ليلة أو 15 ليلة، على المنبر يقول لهم تحجون هذه السنة أو هذا العام تحجون صفا واحدا، وعلامة ذلك أو آية ذلك أني لست معكم. صف واحدا في أي صف حد يا أمير المؤمنين؟ يا ريت ذاك الصف ما كان في صف معاوية. وأما في مثل هذه الليلة تقول أم كلثوم كان يتململ ويخرج في كل ساعة وينظر في النجوم وهو يقول هي والله الليلة التي وعدت بها، ما كذبت ولا كذبت. ثم خرج صلوات الله عليه إلى المسجد قبل أوانه، أقبلت أم كلثوم إلى أخيها الحسن، أخبرته بما شاهدته من أبيها، فخرج الحسن في أثره أبا ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال يا بني رؤيا رأيتها أهالتني وأزعجتني. قال أبونا رأيت وخيرا يكون. قال يا بني رأيت كأن جبرائيل نزل من السماء على جبل نبي قبيس أخذ منه حجرا عظيما ضرب أحدهما بالآخر وذراهما في الهوى، فلم يبق بيت في مكة ولا في المدينة إلا ودخله من ذلك الرماد شيء. قال وما تذكيرها ما تأويلها يا أبا؟ قال يا بني صدقت رؤياي فإن أباك مقتول. ولا يبقى بيت في مكة والمدينة إلا ودخله هم وغم ومصيبة. ثم أقبل أمير المؤمنين إلى المسجد وكانت القناديل قد خمد ضوها فأضاءها وصلى نافلته صلى ورده إلى أن طلع الفجر، صعد المأذن فأذن
ونزل وصار يمر على النائمين في المسجد وهو يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى مر على ابن الجن لعنه الله فوجده نائما على وجهه وقف عليه قال يا هذا لا تنم هذه النومة إنها نومة يمقتها الله. نم على يمينك إنها نومة العلماء. نم على يسارك إنها نومة الحكماء. نوم على قفاك إنها نومة الأنبياء. ولقد هممت بشيء تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هلا. فتحرك اللعين يظن الإمام أنه يريد القيام فتركه عليما وانصرف وأقبل إلى محرابه فأذن للصلاة وأقام. فاصطفت الصفوف ورائه فدخل في الصلاة فصلى الركعة الأولى. أقبل ابن ملجم وقف إلى جنب الإسطوانة التي يصلي أمامها أمير المؤمنين فأمهل إمامنا حتى صلى الركعة الأولى وهوى إلى الثانية فسجد السجدة الأولى. فلما رفع رأسه منها ضربه بالسيف على عامته فشق رأسه إلى موضع سجوده فوقع في محرابه يخور بدمائه وهو يقول قلت ورب الكعبة أيها الناس لا يفوتنكم الرجال استبقت أبواب الجامع هبت ريح سوداء مظلمة وسمي نعي بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى انقسمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى. أحاط الناس بأمير المؤمنين من كل جانب أحدق به أولاده هذا يعذب راسه هذا يغسل الدمع عن وجهه ثم حملوه إلى المنزل على بشارة. لما صار قريبا من الدار قال انزلوني. قال من يا امير المؤمنين؟ قال اخشى ان تراني زينب محمولا فتفزع. ويلي حنتي وصاحتي تسكب الايتام عبرتها ولتترك الصابر لكن تصحب الجزع. اللهم بجاه علي بن ابي طالب امير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجبين وجاه ابنائه المعصومين نقسم عليك صل على محمد وال محمد وأصلح كل فاسد من أمور ديننا ودنيانا يا الله. اللهم افعل بنا ما أنت أهله. اللهم اكفنا كل شر أحاط به علمك وارزقنا من كل خير أحاط به علمك. إخواني الحاضرين اللهم وفقهم لمراضيك استر عليهم بسترك الحسن الجميل في الدنيا والآخرة.
المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم. الحاج حسين أبو علي رحمه برحمتك إلى روحه وأرواح المؤمنين وأموات الحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.